السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في عدد جديد من برنامج ما وراء الجدران. اليوم عددنا رح يكون خاص ومميز لأنه يصادف الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة المجيدة. هذه الثورة التي استشهد من أجلها 1.5 مليون شهيد ضحوا بالنفس والنفيس من أجل استقلال وطن الحبيب واسترجاع الحرية. حتكون أكيد خاصة لأنه حيكون فيه شهادات حقيقة لمجاهدين يعني ساهموا بكل ما أوتيوا من قوة لاستقلال الجزائر. نرحب طبعا نرحبوا كالعادة بالأستاذ عبد الحفيظ كورتان. أهلا بك أستاذ. ونرحبوا كذلك بالشيخ شمس الدين. أهلاً أهلاً. قلنا أنه اليوم عدد خاص لأنه يصادف الاحتفال بذكرى أول نوفمبر. حبيتوا تقولوا حاجة بهذه المناسبة لتحييها الجزائر عشية يعني اندلاع الثورة؟ إذا اعتبرت نفسي من الجيل الجديد طبعا تاريخ أول نوفمبر ما هوش مجرد تاريخ، لأنه أيام الجزائر كلها أيام عظيمة. نعم. نحكي على تاريخ الجزائر، ولكن أول نوفمبر هو تاريخ مجيد بامتياز، لأنه بعد عالمي، بعد عربي وبعد عالمي، أرخ لأعظم ثورة في التاريخ. وهذا الكلام ما قلتوش أنا، ولكني سمعته على لسان كثير من العظماء أيضا يقولوا بأنه إذا كانت فيه ثورة حقيقية بأتم معنى الكلمة يعرفها العالم أو العالم العربي، فإنها الثورة الجزائرية. أكيد شيخ. أنا من جهتي أعوذ بالله من كلمة أنا أترحم في مثل هذه المناسبة على الشهداء رضي الله عنهم وأرضاهم، وأسأل الله الثبات للمجاهدين، وأعتذر يعني لهؤلاء الشهداء إذا ما كناش يعني هذا الأجيال التي جاءت بعدهم ما كانتش في مستوى طموح هؤلاء الشهداء. رحم الله الشهداء ورضي الله عن المجاهدين. وأنا أطلب من كل الأئمة والدعاة والمشايخ والناس عموما أن يغتنموا هذه الفرصة للترحم على هؤلاء. نعم شكرا شيخ. إذا مشاهدينا هذه الذكرى العظيمة حنتقاسموها اليوم معكم في سهرتنا من خلال استضافة عمي محمد اللي جاي يحكي ربما كذلك يعني هذا الاستقلال وكل ما قدموا اليوم يعاني يعني ويلات ويعاني مشاكل، لأنه بسبب سكن ما قدرش يسوي وضعيته لأنه ملزم بدفع 1 مليار سنتيم. عمي محمد مرحبا بك معنا في برنامج ما وراء الجدران. عمي محمد أنت كنت يعني حداد إبان ثورة تحريرية، كانوا يعيطوا لك كذلك المكنع الأرمولي، لأنه ببساطة كنت تخدم الأسلحة للثوار الجزائريين وساهمت في استقلال الجزائر. تفضل. نعم، أنا الاسم الحقيقي بن معيزة محمد. نعم. لكن للصناعة اللي يعني نخدم فيها كنت حداد. كنت حداد ونخدم الأسلحة ونخدم جميع الأشياء اللي ما تحتاجه الثورة وما يحتاجه الشعب. على هذه يسموا لي ليرموري، لأن الكلمة هذه بالجورية، أما هو يعني خدام الأسلحة. لارموما. أنا خدام لارموما، وهنا أنا كنت نخدم لجميع الأسلحة. والأكثر يعني الثورة في الأول كان ما عندها سلاح، كانوا يلقطوا سلاح أخرى يجي خشب، أخرى سلاح نتاع يعني شعب هكاك، أخرى بعد توقعت أنا الأسلحة نتاع الحرب العالمية كما ستاتي نتاع الطليان وروح ياسر، يجيبوا لي الأسلحة هذيا أخرى ميتة، أخرى راهي روفار نتاع الطيش بدل مرة، أخرى نسقمها باش يدوه المجاهدين. لأن المجاهد عندك بشر وما عندوش سلاح كخشبة، ما عنده والو. احكي لي اللحظة اللي التحقت بها بالمجاهدين. اللحظة. اسمح لي اسمح لي. الجماعة اللي كانوا دخلوا في الجهاد السلاح نتاعهم خدمته ولا. هي أنا. وآخرين خلي اسمح لي. بعد فرنسا تحوز فيا، أنا تحوز فيا فرنسا. بعد ما علي إلا هزيت السلاح نتاعي، الدوزان نتاعي. يعني اللي كان عندي في الحدادة كانوا عندي خدامين وكنت خدام. هزيت الدوزان نتاعي وطلعت بين الجبل. نعم. نعم. لحقت للمجاهدين، وليت نخدم للمجاهدين في الجبل. نعم. من ثم حتى الاخر كما قال، حتى خرجنا للاستقلال. بالنسبه لي انا راني فرحان ونقول الزريعه ثمرت، لان في عام 45 كنت نحكي النهار اللي قبضوني بعد 8 ايام قبضوني، نجحت النهار الاول من الموت. نعم. بعد 8 ايام قبضونا.
من الصباح 8 متاع الصباح ونحن في جنب الحائط يدينا الفوق حتى للربعة ونص الخمسة ونحن يدينا الفوق ويعسوا علينا أولاد المال أولاد صغيرة عطينا مسلح بالبيونات طويل اللي تحرك يرخزوه ودونا 16 وجبة الشر والعطش ونهار على نهار يخرجون للفرمليات متاعنا يدورون التشكات اللهنة في ذرعين يقولوا البعيدة بوش باش الجزائريين ما يلدوش لكن يضرب اكثر من هذا العبد. عمي محمد انت هاد السلاح كامل راوليك في متحف المجاهد الان. عم سلاح ديالك هذا اللي خدمته وكل الالات اللي كانوا عندك سلمتهم لمتحف المجاهد. عندي في متحف المجاهد. عندك صور عمي محمد يبانوا معنا الان. سوق راسه وعند متحف الجيش وعند متحف المجاهدين. نعم. هذوما كلهم راه موجودين السلاح اللي موجود متحف الجيش. نعم. هذا كثير السلاح نتاعي حتى اللي راني دخلت عليه تعديل لان انا كنت نخدم الساعه نخدم لا 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 اي حاجه اشتد في الحجر اشتد في غير من ذلك. نعم. عندي لافورج نتاعي نذوب المعادن ونصب بقى عده قطاعي. نعم. والحاجه الاخرى نصنعت انا كيف كيف نخدم القطع الغيار لاي سلاح كان. نعم. سلاح لابد باش يخسر ولابد الوثائق موجودة كل حاجة صحيح. عمي مروا معنا الصور كذلك الصور نتاعك هنا تخدم في الديسية هذا يسموه اللي تعليق هذا الصور هنا هذا نتايا هذا كان واش راك دير احكي لي واش راك دير هذا كان ماتريوز يسموه ماتريوز كسكيش اللي ربح بها فرنسا قرت 14 و 16 إيه؟ ملك يجيبوه المجاهدين هذا السلاح انجليزي ولا روسي ولا لا فرنساوي. فرنساوي اول سلاح اوتوماتيك خدمته فرنسا هذاك بعد ما يجيبوا المجاهدين بعد المعركه اذا معركه يجيبوه جابوه منهم ياسر إيه؟ في المعارك جابوه منهم ياسر لكني كان اللي يجيبوه ناقص حاجه نعاود نصلحه وهذاك اللي تشوف فيه هذاك اللوبي نتاع فرنسا هذه القنابل هذه القنابل هذه فرنسا ما تاع الشعب الجزائري نتاع اللي تترسل على المجاهدين والشعب الجزائري شحال فيها من كيلو هذه القنبله هذيك فيها 25 45 كيلو 45 كيلو 45 كيلو نتاع المدفع معيار 155 55 كيلو واش جابوه لك هنا علاه جابوا لك هذه القنبله هذا يجيبوه المجاهدين ويل للشعب الكريم لما تتفلقش يجيبوها باش نعاود تعاود خدمها نعاود نفتح من الفوق نخرج المجاهدين ونقول لهم باش كنموت نموت وحدي نشاهد ونتلفت لبلادي نهز الدعوة الله نتلفت لبلادي نهز الدعوة اسمح لي المجاهدين يقول لهم خرجوا باش ولا انفجرت باش كنموت نموت وحدي ما يدوكش معايا المجاهدين لنا فرنسا دائما ندير لنا البياجات هذه وتقتل بها الناس نعم. وعلى هذه لابد ان نستقبل انا هذا وهذا يتفجر شيء كثير لكن يد ربي اكثر من يد العبد. واش دير لها هذا اللوبي هذه؟ هذه بعد ما نكملها نبعثها لفرنسا في القطارات وروح وروح وروح. تفخخها تولي مفخخه. نخدمها باش نلفتها للعدو. وياسر من نوع هدايا. عمي محمد وشنو هما كم العمليات اللي شاركت فيهم؟ العمليات اللي شاركت فيهم في الاول كنت نمشي برجلي ونشارك. لكني بعد انا مقبوض بالسلاح كي نجي خارج باش نمشي المعركه يقولوا لي ما كاش معركه قد هذيا جماعه لا عندي لا شيء تستنى فيه باش يدفعوا لي السلاح نعم هذا عنده سلاح وهذا عنده مدفع وهذا عنده ساعه وهذا عنده بوست والوثائق موجودين في هذيا يعني نعم. موجودين أكيد. عندي هذا موجود حاجز لي تعليق واحد الله يرضى عليك الله يبارك فيك شوف هذه الصوره ماذا بيا يشوفوها الشعب كله المجاهدين في الجبال والنساء كاع شادين ولادهم صابرة وراضية ويتسنى راجلها يستشهد ولا يولي كاش نهار في الاستقلال دير لي تعليق على هذا الفحلات هذوما نعم هذيك عائلات يربوا في الاولاد الاطفال الصغار ويخبزوا في الكسر للمجاهدين وفي الجبال ديارها ما تحرقت ما تبقتش دخلوا للجبل يعني عايشة في الجبل زهرة محروقة عظام على الحدود التونسية في القاعدة الشرقية ايه هي هذه اللي راك تشوف فيها هذه وياسر كاينين اخرين فتيات اللي ربهم راهم موجودين في الصور
نقروا فيهم فرمليات، وهذا مستفدنا منهم كي دخلنا من هي صبنا عمرنا بهم المستشفيات وصبحوا يخدموا يعني أكيد موجودين. عمي محمد، يعني احنا قلنا أنه شهادة حية، حبينا نفتتحوا بك هذا البرنامج باش تحكي لهذا الجيل اللي يشوف فينا وكل مشاهدين على يعني ذكرياتك اللي مازالها راسخة في ذهنك وراك متذكر كل تفاصيلها. ولكن نروحوا المشكل لهذا اللي مازال لك فقط، مشكل قضية تسوية العقار لك مالكو بإيجاز فقط بلا ما نخوضوا في تفاصيل، لأنه الله يبارك لك. أول ابتداء أنا عندي أنا قطعة ما 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 من المجموعة متاع الشهداء اللي فضلوا على كل تعالى، وهذا اللي يقولها ربي سبحانه وتعالى، ثم قضى نحبه وثم ينتظر. وهالوثائق الموجودة عندي هذه هو موجودة هم بكثرة عندي بزاف. هذا هو يعني العربون اللي استغلت به الجزائر متاع 132 سنة، وهذا الدليل للشعب الجزائري وليكم موجودين. الدليل هو يثبت هذا، يعني نتبرك يعني نحكمهم نتبرك بهم خاطر نشوفهم بأني عايش معاهم مع الشهداء هذوك في الوثائق هذه موجوده موجودين معايا. وهذا ما خسر ياسر، ما لقيتش وين نسكن، سكن ما عنديش. كيفاش نهار اللي خرجنا من الحرب من هي باش نسكن اللي في جيتي، قالوا لي لا عيطوا لي تحتم علي نسكن في قسنطينه. اعطوني سكن تاع يعني ضباط تاع فرنسا، خدمت خدمتي على قسنطينه على كل تعال بوراس وغير غيرها، يعني المجاهد من كل جهه يمشي. قالوا لي البلاد تخدم فيها لازم تكون فيها. نعم. جيت للجزائر باش نسكن، ما لقيتش وين نسكن، كريت سكن من عند زوجة حركي. عاود هذه وش قلت؟ عاوده شريت سكن من عند زوجة حركي. يعني انت المجاهد اللي كان عندك 10 من الاطفال. نعم. ما صبت وين تسكن وتبدا رحمك، شريت مسكن من عند مرت حركي. ايه وان كان احنا دوك مرت الحركي ماشي حركيه يعني، ولكن لا ما حال يعني ضاقت هذا البلد كلها في هذاك الوقت باش يوفروا لك مسكن. الله يبارك فيك. وهذه زوجة بيوت وكوزينة. صار حاجة أنا سخسيك سمح لي يعني. أنا جديد. أنا وليد الاستقلال. ماشي كيما أنت درت الثورة، أنا درت الثورة في الاستقلال. تبعني مليح. كي استقلت الجزائر كانوا يقول لا احنا قالوا لنا الناس يبني الفيلات فارغين وكسر وسكن. أنت ما صبتش دار هكذا تاع كسر وسكن تاع رومي. أنا مجاهد ما نقدرش نكسر نمشي، ما نقدرش نكسر. تاع رومي اللي كنت كسر له راسه. لا 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 ما نستنى زعما أولاد بلادي يحضروا لي ويقولوا لي تفضل. ثم الحاج من النوع اللي في باله زعما يعيطوا له ويوفروا له السكن خاطر كان مجاهد. يوفروا له تفضل. ساكن واحد اخرين كانوا كسر وصدم أنا ما 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 درتهاش أنت. ما نديرهاش ما درتهاش وما نديرهاش. قعدت قطعة فارغة بجنب داري، بجنب وين نسكن. إيه. حزتها ورحت عيط رحت للبلدية، سمعوا يا ناس تعطوني هالقطعة هذيا. بالكراء ولا الشراء لا تساعدك ما كاش قانون البيع. قالوا لي معليش راي ليك، انا نتبع في النظام، انا نتبع النظام ما 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 نفلتش على لا نتبع سقموا لي وخلاص. واش قالوا لك؟ لازم لي ورقه. صحيح. الناس كلها راهي ساكنه، انا ما زلت برا، القطعه راهي قاعده. بعد ما دار قالوا لي دير البلان، ندير البلان جيب الديروس هذه عاود الدوسي الاخر. النهار اللي في تسوية الملفات نعم داروا لي في 2011. كيفاش انا من 68 تحسب في 2011؟ هذا مش ممكن. تحسبوا لي الحساب القديم. وشحال حسبوا لك الكل المجموع؟ حسبوا لي مليار درك، مليار. لازم تخلص املاك الدوله. المجاهد اللي ما منين هلا انت راه العمر فات وصل 50 سنه وانا نتسنى. في عمر 92 سنة الحاج. أنا عمي. الله يبارك. 50 سنة وأنا نستنى. الحاج خليني ندير واحد التعليق باش ما يفوتنيش. الله يبارك. الله يبارك. أنا نحب نفهم الناس مهما كان. أيه. مهما كان لازم نتعاطفوا معك. لأن في الوقت اللي كانت لعل الناس تدير في الدراهم، أنت كنت مجاهد. نعم. شبابك قضيته في خدمة الجزائر. كنت تخدم الأسلحة
للمجاهدين. وهذه الأسلحة يشدها المجاهد ويروح للمعركة ويكبر ويستشهد هكذا. وبالتالي في الوقت اللي كانت الناس تقرا ولادي في الدراهم انت كنت في الجهاد. استقلت الجزائر، انا اصلا راني حاير من جبت الدراهم باش شريت الدار تاع الحركي. يعني المفروض انت يعطى لك مسكن مليح مرتاح، ماشي تقعد فيها متاع سكن 50 سنة وانت في هذه قطعة الأرض التي لا يملكها أحد، ثم يقولوا لك لازم تعطينا مليار باش نسوي لك الوضعية. على أن يقول هذا الكلام، أنا لو كان أنت فقط وكان ما راكش مجاهد كنت نقول لك أنت كيما كاع الشعب قطعة أرض سوا مليار تخلصها. صح أنت مجاهد ما نقدروش، مستحيل. أنت جبت كاع هذه الجزائر، على الأقل يكون عندك فيها مكان مريح وين تعيش وين. أستاذ قال لك أنه ملزم بدفع مليار سنتيم. وكوجهة القانونية لا ليس وجهة قانونية، ولكن الشيخ كاين كلام لابد أن يقال لأنه يخص كل الجزائر. الآن إذا تحدثت عن العاطفة، العاطفة لا يمكن أن تبني دولة. أكيد. والعاطفة لا يمكن أبدا أن تكون طريقا منطقيا ولا طريقا مستقيما أبدا. يعني خلينا نكونوا شويه صراحة، المجاهد على العين والراس. الثوره شيء مقدس، ولكن نحن الان امام اجيال جديده. يعني لازم كل شيء يكون مبرر قانونا، لاننا احنا هربنا من الاستعمار على اساس اننا نبحث عن مساواه، نبحث عن قانون. الان المؤكد انه حقيقه الانسان اللي يدير ثوره او اللي يقدم خدمات للبلد نتاعو بالمقابل ما لازمش ينتظر حتما ان البلاد تقدم لك مقابل. يعني انت ماذا قدمت لهذا البلد حتى اذا ما كنتش مجاهد، حتى اذا كنت ابن اليوم، انت واش قدمت لبلدك؟ ليس فقط يعني البلاد اللي تعطيني لازم نعطيها، ولا العكس، العلاقه المتبادله هذه غير موجوده تماما، يعني شيء غير موجود. الان نحن امام حاله قانونيه طبعا، امام شخص بغض النظر عن صفته او مجاهد او مواطن او كل شيء، استفاد ولا عنده مسكن ثم استولى على قطعة أرض محاذية. يعني أنا نستعمل الألفاظ القانونية عن قصد. استيلاء. استولى على قطعة أرض محاذية بحوالي 500 متر في منطقة في العاصمة، يعني في منطقة التابعة. 500 متر أقل 400 قريب 500 تقريبا. في منطقة المحمدية هذا الأرض شيخ سمعت تقول بلي ما عندهاش مالك. سألته هل عندها الشيء الذي لا يملكه خواص هو ملك الدولة. نعم. ترجع ملكية تاعو إلى الأملاك، أملاك الدولة. أملاك الدولة في إطار، هو قدم ملف تسوية في إطار القانون 1508، مادة 40 من هذا القانون تحيل إلى مجموعة إجراءات، عملية تقويم وعملية جرد نهائي للمبلغ الواجب دفعه لهذا العقار. نعم. قومه بحوالي 900 تقريبا مليار، يعني 900 وشي. يعني الشيخ هو قال لك ماهيش 500 متر اقل، ولكن حتى المبلغ ماهوش مليار، اقل شويه، هو 900 وشويه قومه. هذا تقويم على اساس، هو انا بالنسبه لي تقويم رمزي، لانه في تلك المنطقه العقار يعمل اكثر. ولكن ماشي من فئه معطوبي الحرب يدفعوا دينار. لا، ولكن الان في اجراء اخرى، فيه الاستفاده. هل الاستفاده تمت بطريقه قانونيه او ان الاستيلاء تم قبل ثم بعد ذلك تم تسويه الوضعيه؟ لانه هو في اطار تسويه، قدم اطار تسويه. اطار التسويه تخص حتى الناس اللي داو ارض الدوله، داو ارض الدوله بدون طريقه قانونيه واقاموا بنايات بدون رخصه. نعم، ولكن انا نتكلم على 50 سنه استاذ. من أين يأتي شيخ تاع 90 سنة بمليار؟ ثم القضية لو كان منذ 50 سنة سووا له الوضعية كان يقدر عليها. الحقوق عندهم تخفيضات وهذا معروف، يعني طبقا للرتبة اللي عنده في جيش أو في منظمة التحرير، يعني المنظمة المدنية عندهم رتب تعطيهم الإعفاءات في كل المجالات. ولكن أيضا هذا الشيخ ما لازمش يكون مبرر، ما لازمش يكون متفقين على هذا. لا، انا نقول لك ما لازمش يكون مبرر، لانه باش يستولي على أملاك. لانه قلت لك الان نحن الان امام جيل جديد يراقبنا. نعم. جيل جديد يراقبنا، لازم نكونوا معاه ايمان بانه في ثوره على اساس انه تكون كاينه مساواه، وعلى اساس انه يكون كاين تطبيق للقوانين على الجميع، يعني الجزائر للجميع.
إذن هنا هو ملزم بدفع المبلغ المالي المقدر. إذا فرض ولا إذا نازع في المبلغ عنده الحق يروح للقضاء. يعني إحنا نعود نقول دائما إحنا بمناسبة هذا اليوم نقول إحنا درنا ثورة باش تكون عندنا محاكم، يعني نروحوا للقضاء ونطرحوا المشكلة تاعنا على القضاء باش يعاود يقوم. الله يبارك فيك، أعطيتنا وجه به، يعني سوسوا يعني وجه مليح. بصح أنا نعت لك القانون الماضي، أنا ما قلتش ندي بلاش، كان عندي القانون المجاهد راه عندك تم في الملف. واش يقول القانون؟ اسمح لي، كاين شوف القانون هاو مكتوب تم القانون نتاع اللي فات. انا يحسب لي في القانون القديم ما يحسبليش اليوم كيف فلسة الجزائر. الله يرضى عليك. ايوه فلسة الجزائر وما تبقى لها والو، ولو ينسوا في المجاهدين. الجزائر لم تفلس. لا انا هذا اللي كنت اسمع الحاج، هذه اللي كانت وجهه نظري. شوف هو منذ 50 سنه طلبت تسويه الوضعيه، خلاوه للحظة هذه وطلبوا له مليار. علاش هذا البيروقراطية؟ كان 300 ألف فرنك، كي وصلت للملاير داروا لي 17 مليون واش. هو كان بدا به شيء، نهار كان 1000 فرنك للمتر. إيه حسبت. فهمتي أستاذي؟ نهار كان 1000 فرنك للمتر ما جاوبوهش. خلاوك تجري في الإدارة تجري، ثم قالوا لك مليار. وعلى أساس هما معولين بواش يدوه. أنت راك حاب تتحاسب على السنوات اللي كانت 20 دروج جبتها في الأرض. لماذا؟ اعطيني كما بعت للوالة من الناس سدوا الوالة، اعطيني كما هما، احسب لي سومهم. احسب لي سومهم. يعني الحاج لو كان ما تخلصش اليوم هذا المليار واش راح يصير مآل هذا العقار؟ ما عنديش حق، لان حتى المدير الخزينة وصلت واش قال لي؟ قال لي اسمع او يقعد عامين تمشي. اللي قلت له نمشي للعدالة، قال لي يقعد عامين وبالصحة يرجعوك ويرجعوا لينا هنايا، وانا ما عندي ما دور ندير ليك. بصح كان ثم القانون. انت درت الاجراءات القانونيه، تبعت الاجراءات. واش يقولوا؟ كان القانون ثم واش يقول؟ يقول الانسان هذايا ما ينحوش لها العقار الا ما يستشاره وزير العدل. نعم. طيب انا راني في وزير العدل. ولكن قلت لك كل ما يكون كاين خلاف انا عندي القضاء. روح للقضاء نقدم الوثائق اللي عندي ونقول الشيء الموجود والنازع في المبلغ. والقضاء حر، يعني القضاء الاداري ولا القضاء العادي حر وعنده قوانين يعمل بها، يعين لك خبير يعاود يقوم العقار، عنده كثير من الاجراءات تقدر توقع. ولكن انا نشوف بانه ما راحش للقضاء اولا، يعني ما سجلش دعوه قضائيه اولا. ثانيا يعني وهذا امر نهضر فيه من قناعتي ومن ضميري، يعني انا نظن بانه حتى اذا كانت الجزائر تعطينا، يعني اذا جات فرصه اني انا راح نحصل على قطعه ارض بمبلغ هذا ونزعت فيه حتى اذا القضاء ما مشاش معايا، يعني انا نظن بانه فصل في الموضوع وينتهي الامر. لا استاذي انا راني انكر. لا ولازم يروح للقضاء. القضاء هو اللي راح يقوم العقار من جديد، يعطيه تقويم جديد. انا فقط الحاجه اني احتج على التاخير تاع الاداره، لان الاداره كي اخرت ما جاوباتكش. السعر العقار ويغلى. شيخ العقار اعتبر بانه في نظر املاك الدوله اعتبر بانه معني بالقانون 1508، لانه اقامه بناء بدون رخصه اولا، وثانيا الحصول على قطعه ارض كي دخل قطعه ارض خلها بطريقه غير قانونيه تعدي فيها ربما. هذا خلى الحاله تاعو من الحالات المعنيه بالقانون 1508 المؤرخ في جويليه 2006. راني نعيط ماذا بيا رئيس الحكومه وماذا بيا رئيس المجاهدين كما وزير المجاهدين وماذا بيا وزير العدل ان شاء الله وماذا بيا رئيس الحكومه بوتفليقه. نعم. على هلاله هو مجاهد. سمعت ان انا طالب حقي، ماذا بيا الشعب الكريم ان شاء الله يقابلوا هالكلام هذايا، والناس يعني العقلاء ناس القانون يشوفوا لا عندي حق يرجعوا علي. ماذا بيا ان شاء الله هي لبيو لك نداءك ويتم تسويه الوضعيه ديالك. ولكن رغم كل هذا عمي محمد انت راك فخور بالجزائر وبالانجازات اللي رانا نعيشوها اليوم، صحيح؟ انا على كل حال نعم راني جيت. مرحبا بك وهذا شرف لينا. يسلمك لها ليكم. ماذا بي القانون الديني والوضعي كما قالوها، صحيح. وماذا بي راني حكيت حكايتي وماذا بي الناس كل تسمع ان شاء الله يا رب. عمالة هنا راني طلبت الناس اللي عندهم الحقيقه وعندهم القانون هما اللي يجاوبوني عليه. خلاص ولا ما عنديش حق؟ قال اسمع راك مش جزائري. لا مش حتى لهذه الدرجه. هذه هي يعني هذه وين وصلنا.
وعمي محمد واش تقول هذا الجيل هذا الشباب اللي عم يشوفوا فينا كرساله؟ انت مجاهد الله يبارك و92 سنه ومازالك منور الله يبارك، واش توجه لهم رسالتك ولا النداء ديالك؟ انت درك شفتي هذه؟ نعم. هي فيها جميع الوثائق، جميع على مستوى تقريبا مستوى الوطن كان الكاش. يعني هذا الكاشي يشهد واش كاين، هاي شاهد هاي البنوات اللي كنت نخدم بها الاسلحه. الله يبارك. يسلمك، فيها بن شريف، فيها فلان، فيها فلان، فيها فلان. مازالك محتفظ بهم عمي محمد؟ هذه اكثر، هذا دوبل، هذا هذا شريت الالات بدراهمي. اعطيني شوف. باش ما يضيعوش. يعطيك الصحة الحاج. يسلمك. ومازال لك تعيش في هذه الذكريات، ربما كل يوم تتفقد. هذه معايا. نعم. معايا. هادو تاع الأسلحة، هاد الوصولات اللي كنت تصلحهم. الوصولات وكل باب بكل شيء، كل قطعة باب الوصول نتاعها. شوف الحاج. خليني نشوف الحاج، هادو ما 59 كاين بزاف. من 57 و4. صحيح. على جيل اليوم، جيل الجزائر الجديد، يعني أطفال ولا شباب، يعني لازم يشوفوا هذه الصور باش يشوفوا كيف كان الجزائري يبان الاستعمار، باش يعرفوا النعمه اللي راهم فيها. 57 هذيك الصوره، هذيك نعمه الحريه. هذا الجزائري الطفل 57 الطفل كيف اريد له ان يعيش، يبان الاستعمار. وعلى الشباب اليوم ان يتذكروا هذه الصور طبعا، وعلى الاقل كان لابد ان تقوم الثوره لاجل تغيير المسار، يعني باش نغيروا وضعنا، باش نغيروا حياتنا. يكفي نشوفوا هذه الصوره باش نقولوا بانه كان لابد ان تقوم ثوره نوفمبر. العجيب ان هذه الصوره مازال موجوده الى يومنا هذا، كثير من الجهات في الوطن مازالوا ما قدر، مازال بالحفاه، مازال ما عندهمش واش يلبسوا، مازال ما عندهمش الماء، مازال ما عندهمش سيتي، مازال ما عندهمش الطريق. يعني يبقى سؤال كبير جدا. صدق. بعد 50 سنة من الاستقلال، علاه مازال كاين شعب جزائري بهذه الصورة؟ يبقى سؤال مطروح يعني على كل الخبراء والطبقة السياسية. الفرق الوحيد ربما الشيخ انه الصور الجديدة فيها الوان. الله يحفظك. وهذه صورة بالاسود والابيض. نعم. شكرا لك عمي محمد. قاعدة الشرقية. قاعدة الشرقية. بارك الله فيك. تقريبا ما كاش ضابط اللي ما عنديش الكاش نتاعو. وتقريبا ما كاش حاجة من الفاس للمنقار للمنجل للصبابة تاع الزوايل للمدافع. المدافع شفت الصور نتاعهم، خدمت كلش، هذا ما كلهم يجوزوا على يدي. يعطيك الصحة. لكن الحمد لله في آخر النهاية هذا الدوزان رشا، ما لقيتش وين نخبيه. عندي نشري كتابات كل عام نطيش اشكاره، يعني زمان درك علاش ما لقيتش وين نخبيه. درك عندي كتابات شعبنا ما يقراش، ما لقيتش من مدهم اصل، يعني مكتبه اللي تحفظهم ما كانش، الناس ما عادوش يقروا الغالب. انا والشيخ ممكن ناخذ هذه الكتب ان شاء الله. انا مهتمين بزاف بهذه المسائل. الله يبارك فيك. ان شاء الله. شكرا لك عمي محمد، بارك الله فيك. الله يسعدك، بارك الله فيكم. وفيك المهم اللي كاش ما عنده يبلغ الحصه ان شاء الله في الخدمه الحاج. اذا مشاهدينا نتواصلوا معكم بعد هذا الفاصل.